خير صباح الخير حنان، صباح الخير مراد، صباح الخير لكل المتابعين الذين يتابعوننا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. سنخصص هذه الفقرة لصراع دائر بين فيسبوك وبين سناب شات، ويبدو أن لهذا الصراع فصولا أخرى لم تتكشف، خاصة بعد الأرقام والأرقام المتضاربة التي نسمعها كل يوم. لكن هذه المرة يبدو أن الأرقام التي تأتينا من المراكز التي تحصي التطبيقات وتحصي التحميلات ليست في صالح الشبح الأصفر، وإنما في صالح الموقع الأزرق الذي يسجل نقاطا تلو النقاط الأخرى في محاولته لالتهام هذا المنافس الشرس. تابع معي هذا الخبر، سوف أعود إليكما. إذن أظهرت أرقام التحميلات خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2017 انخفاض عدد تنزيلات سناب شات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعتقد المتابعون أن واحدا من العوامل الرئيسية وراء التدني الهائل في عدد تنزيلات التطبيقات يرجع إلى الانخفاض الكبير في عدد مستخدمي آيفون الذين ينزلون سناب شات. وعلى أساس سنوي شهد سناب شات انخفاضا بنسبة 40% في تنزيلات التطبيق بين مستخدمي نظام التشغيل iOS الذي طالما كان الجمهور المستهدف من الشبكة. ويسود انطباع مفاده أن الجهود الأخيرة التي تبذلها فيسبوك وشركتها الفرعية إنستغرام من خلال نسخ مزايا سناب شات ربما تكون قد ساهمت في الحد من عدد تنزيلات التطبيق. وسعيا لزيادة عدد مستخدميها النشطين، تعمل سناب شات على تحسين أداء تطبيقها على نظام التشغيل اندرويد لتلافي الرتابة وعدم الاستقرار الذي يعاني منه المستخدمون. إضافة أيضا لكل هذه النقاط عبد القادر، أظن بأن سناب شات يعني وتوهان الناس بين منصات التواصل الاجتماعي الكثيرة جعلتهم يلجؤون إلى تطبيق يكون شامل لكل هذه الخصائص. صحيح، هذا ما فعلته فيسبوك في أنها تجمل كل الخصائص في تطبيق واحد. لكن للمعلومة حنان أن فيسبوك سعت كثيرا لشراء سناب شات قبل عدة سنوات، كانت اقترحت 4 مليارات دولار بعدما اقترحت جوجل 3 مليارات، فاقترحت فيسبوك 4 مليارات، لكن مؤسسا سناب شات رفض هذا العرض وقال بأن القيمة السوقية لسناب شات سترتفع بمرور الأيام وستصير أكبر من هذا الرقم، وفعلا وصلت إلى رقم أكبر من هذا الرقم، لكنها المنافسة احتدمت كثيرا ومارك زوكربيرغ لم يتراجع. صحيح. وأطلق العديد من التطبيقات التي لم تنجح في مواجهة سناب شات، وفي النهاية استقر الأمر على نسخ المزايا الموجودة في سناب شات ووضعها داخل إنستغرام وداخل واتساب. وهو هذا الذي الحقيقة الذي جعل الناس يتساءلون، يعني هل فيسبوك تغير خططها بناء على المنافسين أم هنالك خطة استراتيجية تقوم بها فيسبوك؟ لكن غالبا ما أن فيسبوك تغير الخطط حتى يعني تستحوذ على شركات منافسة، وهذا ما قاله كاتب مقال سوف نستعرضه الآن، من أن فيسبوك دائما ما تغير الخطط الاستراتيجية الخاصة بها عندما يتعلق الأمر بتهديد من المنافسين. نشاهد هذا التقرير إذ في موقع ميدان، وفيه نقرأ تقريرا أعده الكاتب فراس اللو يتساءل فيه كيف غير سناب شات سياسة فيسبوك. ويعتقد الكاتب أن نسخ فيسبوك لميزة القصص من سناب شات من القضايا غير العادلة في حقوق الملكية. وأضاف أن مارك زوكربيرغ غير كثيرا من خططه لمنافسة سناب أو القضاء عليها عبر تطبيقات عدة لم يكتب لها النجاح، ثم استقر الوضع على ما هو عليه اليوم. إذن الكاتب يعتقد بأن النسخ الميزة من الإجراءات غير العادلة في حقوق الملكية، ولا يوجد قانون يسمح أو يمنع هذا النسخ، وهو ما جعل سناب شات تتضرر كثيرا من فقدان ابتكارها الذي عرفت به من الأول. لكن فيسبوك لم ترحم لا سناب شات ولا أي منافس آخر ونسخت هذه المزايا. أمر غريب هنا عبد القادر، في بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية يبدو أن هذه القوانين لا تجاري التقنية، أو لم تجاري بعد التقنية والثورة السريعة في عالم التقنية، وربما هذا ما خلق هذه الثغرة. صحيح. وبالتالي قيام فيسبوك بالاستحواذ على خاصية هذا هو المشكل مراد. ربما التسارع الكبير في شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الخصائص الجديدة هي ما تجعل موضوع قانون حقوق الملكية يبدو صعب أن يوضع. نعم صحيح، لكن لا ندري إن كان القائمون على سناب شات قد ندموا عندما لم يبيعوا. عموما سناب شات ما زالوا المؤسسان ما زال بين قوسين يكابران
تجاه هذه المنافسة، ويقولون كما أبدعنا قصة القصص ونجحنا فيها سنبدع شيئا آخر وسوف ننجح فيه. لكن تأخروا كثيرا. تأخروا كثيرا، لكن السؤال الذي يأتي بذلك، ما الذي يمنع من فيسبوك أن تنسخ الابتكار الذي سوف تصلون إليه ما لم تسعوا إلى تغيير القوانين وحفظ حقوق الملكية؟ نعم، إذن هذا هو الصراع الكبير الموجود حاليا بين سناب شات وبين فيسبوك، ولا ندري إن كان سيستمر طويلا أم أن أحدهما سوف يتوقف عن ملاحقة الآخر. هذا ما لدي اليوم في فقرة التواصل الاجتماعي، وتمنيتي ببقية فقرات ممتعة. شكرا لك. شكرا لكم.